واحد امين. كنا ابتدينا نتكلم عن صفات الله او شخصيه الله زي ما ظهرت من خلال حياه ابونا ابراهيم. وكانت اول صفه بنتكلم فيها هو تواصل الله واعلانه عن شخصه لابونا ابراهيم وبالتالي نعرف عن تواصله واعلانه لنا فمن ضمن المواقف اللي ظهر فيها تواصل الله ان الله بيتكلم برضو في تكوين 15 ربنا بيتواصل مع ابراهيم في رؤيا وبيعده بنسل كتير على الرغم من عدم انجابه الحالي ووراله رؤيا حلوه مراسم العهد انه الله بيمر من خلال الحيوانات المنقسمة مما يدل على التزامه بالعهد طبعا دي قصة طويلة في تكوين 15 ولكن يعني يهمني في هذا الصدد أن تواصل الله يقول بعد هذه الأمور صار كلام الرب إلى في الرؤية يعني في وقت الله ظهر لي وكلمه وفي وقت تاني الله يظهر له في رؤية ويكلمه وبيقول له لا تخف يا ابراهام انا ترسل لك اجرك كثيرا جدا فقال ابراهام يعني حتى في الرؤيا في اخذ وعطى في الكلام قال له السيد الرب ماذا تعطيني أنا ماضع عقيم ومالك بيتي هو العازر الدمشقي وقال ابراهام ايضا انك لم تعطيني نسلا وهو ابن بيتي وارث لي في تكوين 15 أربعة فإذا كلام الرب إليه لا يرثك هذا بل الذي يخرج من أحشائك هو يرثك وبعدين في عدد خمسة ثم أخرجه إلى خارج وقال يعني خرجوا الخارج ده كان في الرؤية ولا كان صحي ولا إيه غالبا كان في الرؤية برضه في الكلام خرجه الخارج وقال انظر إلى السماء وعد النجوم إن استطعت أن تعدها وقال له هكذا كن نسلك فامن بالرب فحسبه له برا وبعدين حصلت الرؤيا بتاعت الجوارح والطيور والذبيحة اللي عملها ابراهيم في الرؤيا وربنا مشي من جوه الذبايح دي عشان يؤكد ليه ان في عهد الرومي يقول إبراهيم على خلاف الرجاء آمن على الرجاء لكي يصير أبا لأمم كثيرة كما قيل هكذا يكون نسلك فدي برضو قصة تانية أو موقف تاني تكوين 15 لما ربنا بيدي وعد لإبراهيم بخصوص النسل آه واضح فيها برضو إزاي أن الله بيتكلم وإزاي أن الله بيتواصل مع إبراهيم في تكوين 17 برضو موقف تاني بيظهر برضو تواصل الله مع إبراهيم ففي تكوين عشر كان بيتكلم عن تأسيس عهد الختان فظهر ربنا لإبراهيم وأقام عهد الختان علامة الاتفاق بينه وبين الله وفي الوقت ده ربنا غير اسم إبراهيم إلى ابراهيم علشان يدل ان هو يبقى ابو امم كثير فبيقول في تكوين سبعتاشر لما كان ابراهام ابن تسعه وتسعين سنه ظهر الرب لابراهام وقال له المره دي ما كانش مجرد رؤيا لكن بيقول ان الله ظهر له وقال له انا الا الله القدير سير امامي وكن كاملا فاجعل عهدي بينه وبينك اخوه وقد كثيرا جدا فسقط ابراهيم على وجهه وقال الله له اما انا فوزع عبد مع عهدي معك وتكون ابا لجمهور من الامم فلا يدعى اسمك بعد ابراهيم بل يكون اسمك ابراهيم وبعدين اداله عهد الختان قال له هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم وبين نسلك من بعدك يختن منكم كل ذكر فتختنون في لحم غرلتكم فيكون علامة عهد بينه وبينكم كل ده وكل الكلام ده عبارة عن أخذ وعطاء تواصل ما بين الله وبين إبراهيم الحين بحسد إبراهيم بحسده بقول له يا بختك أنت عرفت تتكلم وتتناقش مع ربنا يعني تكوين 18 دي قصة اللي كلنا عارفينها لما ظهر ثلاثة زائرين لابونا إبراهيم تكوين 18 واحد ل 15 من الثلاثة دول طبعا اتقال فيهم كلام كتير لكن مجريات الكلام او تفاصيل الحكايه كلها بتوضح ان هو كان الله نفسه ومعه اثنين ملائكه لانه بعد كده الاثنين ملائكه سابوا ابراهيم وراحوا لسدوم عشان يقلبوها ويطلعوا لوط ويقلبوا سدوم وفضل ابراهيم قدام الله يتكلم معه فبيقول ظهر له الرب عند بلوطات ممرة وهو جالس في باب الخيمة وقت حر النهار هذه بقى حاجة يعني تواصل عجيب أن واحد قاعد كده قدام الخيمة بتاعته الدنيا حر فرفع عينيه وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه فشاف ثلاث رجال ثلاث رجال كان منهم سيد الرب واخد شكل راجل والاثنين ملائكة واخدين شكل رجاله فلما نظر رقع لاستقباله من باب الخيمة وسجد إلى الأرض وقال يا سيد إن كنت قد وجدت نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك لأخذ قليل ماء واغسلوا أرجلكم متك تحت الشجرة فأخذ كسرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تكتزون لأنكم قد مررتم على عبدكم فقالوا هكذا تفعل كما تكلم فراح ابراهيم كلم صار في الخيمه وقال لها روح هاتي ثلاث كيلات دقيق وعجني واعملي خبز مله وراح ذبح العيد والعجيب ان كل ده حصل وقعدوا وكلوا قعدوا وكلوا ايه ال... ايه التواصل العجيب ده؟ بيقول لو اذا كان هو واقف لديهم تحت الشجره اكلوا وقالوا له, له أين سارة أمراتك بيسألوه عن سر فقالها هي في الخيمة فقال يعني في الأول قال قالوا وبعدين قال قال يعني قالوا يعني هم الثلاثة مع بعض كانوا بيتكلموا لكن لما بيتكلم أن واحد اللي قال يبقى هو مين هو السيد الرب فقال له إيه إني أرجع عليك نحو زمان الحياة ويقول له سارة أمراتك إيه؟ عارفين بقى بعد كده حكاية إن ضحكت وقال له هي اللي سارة بتضحك إلى آخره لكن واضح القصة قصة, قصة تواصل عجيب يعني بحق يعني إبراهيم استاهل اللقب إن ده خليل الله في أكتر من كده يعني إن واحد يصلي ربنا ومعاه اتنين ملايكة طبعا بعض الشراح بيقولوا ده كانوا ثلاث ملايكة وبعض الشراح يقولون أن هذا كان الثالوث القدوس يعني كل واحد له رأيه لكن تفاصيل القصة بتقول أنه بعد ما الملاكين راحوا لسدوم عشان يطلعوا لوط كان لسه إبراهيم واقف قدام ربنا وربنا كان بيكلمه وبيتكلموا عن المناقشة حوالين سدوم معمورة اللي هو في صحاح 18 بقى فدي برضو بعد دي على طول في تكوين 18 16 33 المناقشة حوالين سدوم معمورة ربنا دخل في مناقشة عجيبة قوي مع إبراهيم وبيظهر بيه طبيعته ان هو بيتواصل مع الانسان و... واستعداده أن يعمل حوار مع الانسان ويتكلم مع الإنسان ويتناقش مع الإنسان فبيقول لك ثم قام الرجال من هناك وتطلعوا نحو سدوم وكان إبراهيم ماشيا معهم لشيعهم كان إبراهيم قد راح يوصلهم فقال الرب راح ربنا راح إيه شغل إبراهيم قال له هل أخفي عن إبراهيم أنا فاعله وبعدين ابتدى ربنا يحكي له يقول له صراخ صدوم عموره قد قصر وخطيتهم قد عظمت جدا انزل وارى هل فعل بالتمام حسب صراخه ما اتي الي والا فاعلم. عدد 22 بقى دي الايه اللي بتخلينا اقول انهم كانوا اثنين ملائكه والرب هو الثالث يقول وانصرف الرجال من هناك وذهبوا نحو سدوم أما إبراهيم فكان لم يزل قائما أمام الرب يعني هم كانوا ثلاثة اثنين مشوا لهم الملائكة وإبراهيم وقع عدد 23 بقى شوف بقى الحوار العجيب بقى اللي بيكشف لينا ازاي طبيعة الله العجيبة اللي عنده استعداد وقابلية ان هو يتواصل ويتكلم ويحاور الانسان فإبراهيم بجرأة بيقول لربنا: أفتهلك البر مع القسيم؟ عسى أن يكون خمسون بر في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل الخمسين بر الذين فيه؟ إبراهيم فهم إن ربنا ناوي يهلك يهلك سدوم فقال له: معقول أنت هتهلك البر مع الأثيم طب لو فيه خمسين؟ حاشا لك أن تفعل مثل هذا الأمر أن تميت البار مع الأسين فيكون البار كالأسين حاشا لك أديان كل الأرض لا يصنع عدلا وصل به الجرأة أنه بيبكت ربنا يعني بس شوف قد إيه الصداقة والقرب ما بين إبراهيم وبين ربنا ما برضه ربنا هو اللي خلاها جرأ كده انه فتح له قلبه وقال له انا رايح اعمل كذا في سدوم فقال له الله اذا كان فيه خمسين يعني انت معقول ادين العدل اللي يصنع اديان كل الارض اللي يصنع عدلا ولكن شوف محبه ربنا واتضاعه ازاي يتواصل مع الانسان وازاي ياخد ويده معه في الكلام فقال له ان وجدت في سدوم خمسين بار فاني أسمح أصفح, اصفح عن المكان كله من اجلهم فراح ابراهيم الكسف قال له اني قد شرعت اكلم المولى وانا تراب ورماد ربما نقص الخمسين برا خمسه اتهلك كل المدينه بالخمسه فربنا رد قال له مش هلك المدينه لو هنا خمسه واربعين فرجع ابراهيم الحكايه بقى دخلت في ايه في فصال بقى هنفاصل مع بعض بس ده وريك الداله قد ايه الداله اللي وصلت ما بين ابراهيم وبين الله بتوريك قد ايه الله مستعد ان هو يتكلم مع الانسان ويتواصل معاه فقال له طيب بس ما تديش طب لو كانوا ثلاثين لو لقينا ثلاثين بار قال له برضو مش هعمل عشان الثلاثين قال له طب لو كانوا عشرين قال له مش ههلك المدينه عشان عشرين قال لو كانوا عشرة قالوا مش هلكم عشان العشرة وبعدين وصل لغاية عشرة ما لقاش عشرة أبرار في سدوم وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم ورجع إبراهيم لمكانه يعني كانوا ثلاثة اتنين مشوا واحد بيتكلم مع إبراهيم ولما خلص الكلام الواحد ده هو كمان إيه مشي اللي هو السيد الرب فقصة عجيبة قوي بتوضح لنا برضو النقطة اللي عايز أبرزها هذه الليلة بتوضح لنا إزاي الله بيتواصل مع الإنسان إزاي الله يتواصل مع شخصية إبراهيم طب لو أنا ما عنديش ما عنديش الـ مش بيحصل معايا كده طب إيه الحكاية؟ إيه الحكاية؟ اخر حاجة في قصة ابراهيم اذكرها برضو في هذه الليلة من جهة تواصل الله مع ابراهيم وكلامه معه في تكوين 22 1 واحد 2 يقول حدث بعد هذه الامور ان الله امتحن ابراهيم فقال له يا ابراهيم هنا يعني ربنا بيكلم ابراهيم هيكلمه علشان بخصوص ذبح اسحاق قال له ابراهيم فقال هانز قال له انا هو خذ ابنك وحيدك الذي تحب اسحاق واذهب الى ارض المريا واصعده هناك محرق على احد الجبال الذي اقول لك واضح ان ابراهيم سمع الكلام ده بكل وضوح لانه اخذ ابنه أخذ الحطب وراح فعلا يذبح اسحاق يعني ما كانتش حاجه في الفكر ولا اي حقات ولا ولا حاجة كده لكن ده كان كلام واضح ومحدد مسموع الله يتواصل مع إبراهيم والله يتكلم مع إبراهيم وعارفين بقى أنتوا بقى القصة و يعقوب عل عليها أن إبراهيم تبرر بالأعمال بتاعته وتبرر بالإيمان تبرر أيضا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح المواقف دي كلها اللي حصلت مع إبراهيم اللي فيها الله بيقدم نفسه على أنه بيتواصل مع الإنسان ويتكلم مع الإنسان بتخلينا نفكر في مواقف كثيرة موجودة في الكتاب المقدس أقول لكم بعض الأمثلة السريعة المثل بتاع العلقة المشتعلة خروج ثلاثة أربعة ستة يقول لما رأى الرب إن موسى ما اللي ينظر الله من وسط العليقة يبقى اللي كان جوه العلاقة كان مين؟ كان الله. وقال له موسى موسى قال له أنا زي. قال لا تقترب إلى هنا اخلع حذاك من رجليك لأن الموضع الذي أنت واقف عليه أرض مقدسة. وبعدين قال له أنا إله أبيك إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. فغطى موسى رجلا أنه خاف أن ينظر إلى الله. طبعا بقى القصة بتقول انه ربنا بيحكي له ويقول له انا شفت مزلة شعبي وانا هنزل ان انا هنقذهم وروح اقول لهم الكلام ده وموسى قال له طب انا هروح اقول لهم مين اللي بعتني قال له قول لهم ان انا يهوى إله ابراهيم وإله اسحاق وإله يعقوب هو اللي ظهر لي قصه طويله الكلام اخده عطمة ما بين موسى وبين الله على فكرة موسى بيدعى كليم الله كليم الله لأنه بيتكلم مع الله نعم إبراهيم كان بيتكلم مع الله برضه بس إبراهيم خد اللقب بتاع خليل الله موقف تاني في الكتاب المقدس في إيليا في ملوك الأول 19 عدد 11 13 فقال اخرج وقف على الجبل امام الرب واذا بالرب عابر وريح عظيمه وشديده قد شقت الجبال وبعد كده ربنا بيكلمه وبيقول له مالك هنا يا ايليا وابتدى بقى ايليا يحكي عن مواجعه انهم قتلوا أنبياء وبقيت انا وحده وربنا يحكي له يقول له لا ده في سبعه الاف ركبه لم تكسر لبعض الله بيتكلم الله بيتكلم اتكلم مع ابراهيم اتكلم مع موسى اتكلم مع ايليا الله بيتكلم أرمية في ارميه واحد 4 5 كانت كلمه الرب الي قبل ما صورتك في البطن عرفتك وقال وقبل ما خرجت من الرحم قدستك جعلتك نبيا للشعوب ده ايه الكلام العظيم ده الله بيتكلم يقول أرمية انا عارفك من قبل ما تتولد، وأنا اخترتك وقدستك من قبل ما تتولد، ومن قبل ما تتولد، أنا قبل حتى ما يحبل بيك، أنا عملتك نبي، فالله بيتكلم، قصة معمودية الرب يسوع، دي ما ثلاثة العدد 16 سبعة 17 لما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامه وأتين عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت لما نقول صوت من السماوات يقول هذا هو ابن الحبيب صوت مين الله الأب الله الأب يتكلم وتسمع الصوت وبرضه في التجلي نفس الحكايه هذا هو ابن الحبيب له اسمعه فالله بيتكلم احنا طبعا في قصة معمودية الرب يسوع بنقول عنها ان ده اعلان الظهور الالهي علشان شأن في السماء بيتكلم والابن في المعمودية في المية والروح القدس نازل مثل حمام لكن يهمني في الموضوع ان انا ابرز النقطة اللي بتكلم فيها تواصل الله وكلام الله فربنا مسكتش بيتكلم حتى في العهد الجديد بيتكلم قديس يوحنا اصحاح واحد في الاعداد واحد اتنين يقول في البدء كان الكلمه والكلمه كان عند الله وكان الكلم الله هذا كان في البدء عند الله طبعا بناخد الايه دي على اساس انها اثبات للاهوت المسيح لكن هي ايضا بتحكي انه ان الشخص الرب يسوع لما جه على الأرض ككلمة الله الله الآب يتكلم من خلاله لأن هو الرب يسوع الكلام الذي أقوله لك الذي تسمعونه ليس لي بل للآب الذي أرسلني فكل كلام الرب يسوع نفهمه لما الرب يسوع بيتكلم نفهمه إن الآب اللي حل فيه هو اللي بيتكلم ونفس بولس الرسول في رسالة العبرانيين في واحد واحد واثنين يقول الله بعد ما كلم الأباء بالأنبياء بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به أيضا عمل العالمين يعني كلمنا في ابنه يبقى كل كلام الرب يسوع اللي بنسمعه في الكتاب المقدس هو كلام الآب السماوي من خلال ربنا يسوع المسيح فالله يعني طبيعة الله أن هو عايز أن أنا مش لاقي كلمة بالعرب مناسبة لكلمة كوميونيكيتور يعني هو متواصل يعني يحب ان هو يتواصل يحب ان هو يتكلم مع الانسان او باللغه بتاع العصر الحالي يعمل شاتنج يعمل شات ناخد وندي خلينا نتكلم مع بعض او للاسف هو يتكلم واحنا مش سامعين واحنا يمكن بطلنا نتكلم معه عمال الرسل عمال تسعه هنا الله يتكلم في شخص المسيح حتى بعد صعود المسيح للسماء يتكلم شاول فيظهر له نور ويقول له شاول شاول لماذا تطهرني فهنا ابن الله بيتكلم قال له من انت يا سيد قال له انا يسوع الذي تضطهده صعب عليك ان ترقص مناقص وقصة دي اكدها بولس الرسول اكثر من مره فالله بيتكلم الله بيتكلم والله في تواصل مستمر مع الإنسان بأنواع وطرق كثيرة الله بعدما كلم الأباء بالأنبياء قديماً بأنواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الأيام الأخيرة في ابنه اللي هو ربنا يسوع المسيح الذي جعله وارثاً لكل شيء الذي به أيضاً عمل العالمين فالآيات دي كلها أو المواقف دي كلها سواء المواقف في حياة إبراهيم أو المواقف اللي ذكرناها في الكتاب المقدس بتقدم لنا الله كشخص الله مش مجرد قوة كده صامتة أو قوة جامدة الله ده شخص بيتحدث يتكلم وبيكشف عن نفسه البشريه. وأيضا كشخص يشارك في إرشاد الناس ويطلب هو عايز ايه ويكشف عن إرادته. والتواصل ده في الكتاب المقدس زي ما شفنا في الأمثلة اللي فاتت كلها ياخد أشكال مختلفة. مرة يتكلم من السحابة مرة يتكلم من العليقة مرة يتكلم في رؤية مرة يتكلم في ظهور مرة يظهر في شكل راجل مرات كثيرة طبعا نتكلم في شخص المسيح فسواء كلام مباشر أو رؤى أو الحضور أو التجسد الإلهي نفسه كل دي بتوضح الطرق المتنوعة اللي ربنا بيحب يتواصل بيها مع خلقته زي ما تواصل مع إبراهيم ربنا المجد الدائم من الآن إلى الأبد أمين